كلمة لسي محمد مرض. ما شوفوا شي حاجة على شكري. الله يرحمه برحمة الله. أنا عرف شكري في عام 55. جمت ستاون من هنا لطنجة. أنا كسمعت بزاف الكلمات كل واحد شنو كيقول كيقول جا من الريف وجا من لا. جمت ستاون طنجة. وعمر السوق الداخل قهوه رخصه. حنايا انا واحد الصديق ديالي الله يرحمه ويرحمه الله مات تشيكو. كنا في المرساه كندبروا على راسنا خرجنا كنجيو قهوه رخصه. جبرنا شكري العايله القيوه الشفار الدم وما نطوروش في الكلام. حنايا طنجة والخب ديالنا معمر من الخير عملوا الخير ديك العاير وقبلوه بزاف ديك المحرمات الأمية داو هي قرا قرا ما عندي ما نقول والحق جاء معلم كيقري حتى هو لكن أنا مسكين ما خريتش أمي شمون حاجة ربكم لكن عندي بزاف ما نقول لكن بوربوز انا ما عرفتش بوربوز انا عرفت المرض ديال جين بوز في واحد الحفله في الجبل الكبير هي اللي هدرت مع الرجل ديالها كان مشى للسلطه من المغرب كيسجل موسيقى في الجزائر الساعه اللي جات قدمته لي قال لي المرأة ديالي قالت لي انا عندك قصص كتهضر وكذا كذا قلت لها هي قلت لي قال لي ماشي نسجل لك وانا ماشي نبيع هذا نصرفوا من امريكا ويتباعوا ويشاركوا الكونتراتور انا هادشي هذا كامل اللي قال لي ما تخليهاش ماشي شغلي ما تخليش في راسي لكن شي بزاف صحيح لكن بالاخر عمل لي جوج دومه نيتي صافية قلت النصرانيين فيه ثقة لكن صدق ما فيه ما بلا ثقة ومحمد شكري في عام 72 أنا في الكوزينة عن فول كان وجد لهم ما يأكلوا وكان تينيسي ويليامز وليون بوروش بران جايسون كورسو مادام مكباي لويس دي مرون و برينسيس الريزبوني اللي كان شرف ديك الارض تشخر وجرو فيها ديك الاثارات حتى هي كانوا تما تغداو شكري دخل الباب فتح من الباب قال لي انا محمد شو انا عقلت عليه هو ما قال انا محمد مرابي سلم عليا قال لي انا عندي واحد جوج وريقه جبتو من البور باش يعترفوا مني بالانجلي باش نصرفوا من الشرق الاوسط هيدا كان دخل جلس معاه حتى هو تغدى تما تغداو كدا وهيداك بقى على طول وسمحوا لي باش ناخذ واحد التريف من هاد الخبز الحافي اللي قلتو الساعة اللي كنشوف فيه كيجي بعد المرة اللي كيجلس معايا كنبداو نهضرو كنهضرو لا 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 كيبدا كيجبد واحد الكتيب وكيبدا يكون ضر لكن الاخر جاب واحد بلاد الكواغط مكتوبين حتى هم بور عمل لهم ترجمة مكتوبين بأي لغة سي محمد؟ هذاك هذا الكتاب ديال الخوف الحاد. باش مكتوبين بأي لغة؟ مكتوبين بايش؟ ما كيقولهم ما كيعرفش العربية. لا 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 شكري كيجلس معاه. بون ما كيعندوش غير عربية مرة ديال الشكري. واش كان كيسجل هو ديك الأداة؟ لا شكري كيقول له اسبانيولا وهو كيكتب بالعربية. بحال يعني مثلا أنا كنت نقول له بالعربي كنعمل له ترجمة اسبانيولا. porque yo hablo perfectamente el castellano. Bueno, con lo español o que es un español. La que el pol que debe a la ala camel, que lo maná con el árabe y el longli. Me han dicho el chile camel. Y ni hay en mi cara el árabe. إذا هذه واحدة من المداخلات إرضاء لحضور الدكتور عبد الله. هذا هو هذا هو يعني شكرا سي محمد الله يجزاك العافيه
مش أقول لك على شكري، شكري صادق. علاش ديما كان معنا تما في القهوة، لكن شال يقرا ورجع وشد ديك مدينة كنشوفو مرة مرة في الخضرة، مرة مرة كنتلاقا وكندي معايا، كن معايا ندار كنعرفو يتغدى معايا مع الزوجة ديالي ومع ولادي وكذا وكذا. جلست واحد المدة ما بقيتش كنشوفو نهائيا. كنسقسي عليه كيقولو لي وشكري راه عيان، ما كنكذبش عليك. كنمشي نزورو، كنجبرو في الدار جالس، كيقول لي با مرة بغيت انا عييت، وحتى شي نقولو حتى شي حاجة أخرى، وكرا روس، كيدخن بزاف، كيكمي، وحتى شي، لكن بقى هداك مشي كان مريض، في الأخر بدينا كنمشيو لعندو، واحد المرة كتقولنا ما هوش هنايا راه في الرباط. كنمشيو في الرباط كديوا قالك السبيطار كاملوا له شي حاجه، شاش معنا قالوا توفى مات. طلعنا معاه في الجنازه حتى المرشن، صلينا عليه في الجامع المرشن، من تما دخلنا المقابر تما دفنوا الله يرحمه برحمه الله. ما عندي ما نقول فيه، كان ولد معتبر. انا عرفت بمحمد شكري في الايامات الذي كان استاذا في كاسابارتا، كنا كنسميوه استاذ ديال البالوميتا، كيدير بالوميتا بزاف. ايوا من بعد شات الوقت واحد العامين وثلاث سنين جا لابن بطوطه هنايا في سنتر الفيل، وعطاو السكرتاريه في بني بطوطه في الدار من 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 من, من التعليم، ما بقاش كيقري حيدوا له القسم، وعطاوها السكرتاريه في بني بطوطه. وهكا تعرفت علينا انا ولد الحومه 50 سنه وانا عايش في الحومه دروكسي. يعني البيسري كان عندنا تما الحانوت ديال البيع والشراء، وكنا 50 سنة وحنا كنعرفوا محمد وانا ساكن تما. ومحمد شكري هو الذي قدم رأس نفسه هو والبحشاري والفؤادي الله يرحمهم كاملين، كاملين الله يرحمهم، هما اللي قدموا لي في خونا دياركو واحد الحانة قدامنا تما، هما اللي قدموا لي محمد شكري، وكان صاحبي من تما الى توفى الله. ذكريات ذكريات ديال محمد شكري اللي كنعرف عليه هو في الملاهي كان كيلعب سيركو فوق الكرسي، كان كيلعب ملي كيكون ناشط شويه ولا هذا كيلعب السيركو فوق الكرسي في الحانات ولا المقاهي، بعض المقاهي كان كيلعب عزيز عنده كيتقنها، لان عنده جنزوني صاحب جنزوني عبد الله مات الله يرحمه، حتى هو اللي اثر شكري بالسيرك، لان هذاك عبد الله كان كيلعب السيركو في الخارج مع جنزوني، وجا لهنا تاثر به محمد شكري انذاك. هذا هو بعض لقطات، ما كاين بزاف ولكن ما نطولوش بزاف لان لقطات بزاف كاين، راه 40 عام ديال المعرفه ليلا ونهارا هي 80 سنه. هذا هو سيدي، هذا الشيء اللي كاين.